كريس توك. عندما أعلن عن كارثة تفجيرات بيروت، بدأ المزايدون بنشر إعلانات الإغاثة الدولية موجهين أصابع التهمة إلى السعودية بأنها لم تقدم شيء، ليتفاجأوا بأنها أول دولة باشرت إغاثة المتضررين نظراً لتواجد فرقها الإغاثية طوال العام داخل لبنان. وعندما أعلن عن كارثة زلزال تركيا وسوريا، سارع الانتهازيون للمزايدة على السعودية ليتفاجأوا بأنها الأعلى منحاً منذ بداية الكارثة وحتى يومنا هذا. وعندما بدأت أزمة السودان، ظهرت شعارات ومزايدات بأن الدول الغربية اهتمت بالسودان أكثر من السعودية، ليتفاجأوا بأن السعودية ورغم انشغالها بتفويج المعتمرين تعلن عن تنفيذ أول عملية إجلاء دولية من السودان منذ بدء الأزمة، نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد عدد من أفرع القوات المسلحة. وشملت عملية الإجلاء البرية توفير غطاء جوي وشبكة اتصالات ميدانية مشفرة لكافة المواكب وصولاً إلى الحدود السعودية البحرية، وقادت أول محادثات تجمع بين الأطراف المتصارعة في جدة على طاولة واحدة، وسيرت في نفس الوقت جسراً جوياً إغاثي. وفي كل مرة تتعرض فلسطين للتوترات، يبرز الانتهازيون للمزايدة على السعوديين بأن ليس لديهم مظاهرات ومسيرات تأييد، في حين أن السعودية تتصدر الدول المانحة لفلسطين عبر تاريخ القضية منذ نشأتها، وهي ضمن أعلى الدول في عدد مشاريع البنية التحتية وأكبر المانحين للميزانية الفلسطينية من عام 1994 وحتى يومنا هذا. فللسعوديين لغتهم الخاصة في الدعم والتأييد والتعاطف، فهم يرون أن مشروع مستشفى أو مركز غسيل للكلى في منطقة منكوبة أفضل نفعاً وأجدى أثراً، ويرون أن دعوة صادقة على سجادة صلاة أكثر تديناً وأعظم أجراً من منشور هجومي بذيء أو متطرف على وسائل التواصل، ويرون أن حكومتهم تمثلهم منهم وفيهم، وأنها قائمة بما هو فوق واجبها ولديها أنشطتها الإنسانية والسياسية المشرفة التي تمثلهم، وليسوا بحاجة لإيصال صوتهم لها في قضايا لم تتوانى هي عن نصرتها. فعندما تريد أن تمارس نوعاً من بطولات النضال وشعارات الفداء، مارسها بلغتك كما تريد، لكن إياك أن تمارسها على مواطن سعودي له لغته الخاصة التي يدير بها اهتماماته ومعاركه، فضلاً عن وصفه بالتخاذل والعمالة والتصهين وغيرها من مصطلحاتك الثورية.